السلام عليكم. في الألعاب في أعداء جدا مزعجين وكريهين وفي نفس الوقت ما يموتون ومن الاستحالة أنك تقتلهم. وفي هذا الفيديو بذكر لكم 5 أعداء مستحيل تقتلهم. في لعبة أندرتيل في عدو اسمه ناب ستاب بلوك، وهذا العدو عبارة عن شبح مستحيل أنك تقتله، واللي يقهرك فوق كذا يطقطق عليك وانت تقاتله. يعني فرضا يقول لك آي والله تعورت، هو أصلا ما تعور ويستهبل عليك، وبعدين في النهاية فوق كذا كله يقول لك انك انت تعرف اني انا شبح وما يمديك تقتلني، ويقول لك عشانك بس اخليك تمشي، انا حنقص الصحه حقتي بس عشان اخليك تمشي، بس يعني زي ما يقول لك يرحمك. فوق كذا تنكر ودك تقتله بس ما يمديك. في لعبه كاسلفينيا في عدو اسمه ذا ريد سكيلتون، وهذا من المستحيل انك تقتله. بس لكن خلينا نوضح لكم حاجه واحده، في اغلب الاجزاء ريد سكيلتون ما يموت، يعني طقه يطيح مكانه بعد شويه تلقاه يرجع مره ثانيه ويقوم ويمشي وراك. بس لكن مو بذاك العدو القوي اللي يكرهك، بس ولكن هو عدو ما يموت. ولكن في بعض الأجزاء القليلة تقدر تقتله بأداة معينة أو سلاح معين عشان تقتله بالكامل، عشان مرة يموت ما يتحرك. لعبة باكمان ومشهورة جدا، وأغلب الجيمرز يعرفون لعبة باكمان، يعرفون الجوست الصغير ذاك الرهيب اللي يطاردك ويحاول إنك يقتله. هو أصلا مو رهيب، هو وسخ، شيء يحاول يقتلك، أي واحد يقتلك أكيد واحد ما تحبه. بس لكن الناس كثيرين حيقولون لا تقدر تقتل الجوست، تقدر تاخذ الحبه البيضة ذيك وتروح تطرده وتاكله. بس لكن هل فعليا قتلته؟ هو بس يرجع مكانه بعيونه، بعدين يرجع مره ثانيه يكون جسمه من جديد ويرجع من جديد ويطاردك، يعني ما قتلته. معنى القتل هنا انك تقتله انه يختفي بالكامل عن المرحله، بس ولكن انت ما خليته يختفي من المرحله كامله. في لعبه سوبر ماريو 2 في عدو اسمه فانتوم او الشبح، هذا وظيفته انه يحرس المفتاح، وايضا ما يموت مستحيل انك تقتله، وايضا قلق بمعنى الكلمه. ليه؟ اللي تسويه اذا شلت المفتاح يبدا يطاردك ويطاردك في كل المرحله، طلعت برا الغرفه، دخلت جوا، رحت للمكان اللي تبغاه حيجي يطارد فيك، حيجي يطارد فيك لين لما ترمي المفتاح وتستخدمه. بس لكن له طريقه واحده انك تقتله فيه، بس لكن هذه الطريقه هي جليتش، انك توقف الوقت وايضا في نفس الوقت تاخذ النجمه بعدين تقتله. زعيم سارو في لعبة Metal Gear 3، الزعيم هذا من المستحيل انك تقتله، اي واحد واجهه يعرف قصته انه خلاص مستحيل انك تقتله. بس لكن كيف تعدي اللعبة والزعيم موجود هذا وما يموت؟ عارفين انه اغلب الناس اللي ختم اللعبة له طريقة واحدة يمديك، او طريقتين خلينا نقول، انك تعدي، يا انك تنتحر قدامه يا انك تمشي معاه لين نهاية النهر وتموت، بعدين في النهاية تصحى ما ادري كيف طريقتها. عاد هذه من حركات اللحوسة حقت كوجيما، يسوي اشياء غريبة جدا في العابه. فهذا الزعيم حاولوا فيه ملايين الملايين انه يدورون له طريق انه يموت، بس ولكن من الاستحالة انه يموت لانه هو اصلا شبح، هو اصلا ميت من زمان. كذا نوصل لنهاية المقطع، ان شاء الله المقطع عجبكم، اذا عجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، وايضا اذا تبغون نسوي حلقة ثانية ساعدونا في التعليقات، اكتبوا لنا بعض الاداء اللي مستحيل انك تقتلهم في عالم الالعاب. وكان معاكم عمران الحاسمي، نشوفكم على الف خير ومع السلامة.